طيب هسألك بقى دكتورة ماريانا، الجديد ايه في التجاعيد؟ يعني احنا عارفين كلنا وطول السنة كنا بنتكلم على ان التجاعيد دايما علاجها بالبوتوكس او الفيلر او الخيوط، هل في كمان حاجات جديدة ممكن ان احنا نستعملها ان احنا نعالج بيها التجاعيد؟ اه طبعا في جديد. بصي يا رانيا، هو كل الفكره ان انا كنت بقول للبيشنت انت هتعمل بوتوكس بس، انت هتعمل فيلر بس، انت هتعمل خيوط بس. لا ليه؟ انا طالما عندي ادوات كتيره جدا اقدر اوظف كل الادوات اللي عندي ده تبقى ادوات تجميليه، بحيث ان انا اوصل بالبيشنت ان هو كانه عمل فيس ليفت او كانه عمل شد جراحي، يقدر يوصل ان هو يشيل كل التجاعيد اللي في الجبهه والاكسبريشن لاينز بالبوتوكس، يقدر يشيل الفضيان اللي في الوش وان الوش فضي وعايزين نديه فوليوم عن طريق الفيلر، يقدر ان الوش الساجي او اللي نازل اقدر اعمل له خيوط. فاقدر اعمل كومباينيشن ما بين البوتوكس وما بين الفيلر وما بين الخيوط في نفس السيشن لنفس البيشنت عشان يوصل لافضل نتيجه. كل الحاجات دي مش حاجات كتيره، هي حقنه بوتوكس لو هو عنده 111 او عنده خطوط في الجبهه او عنده تجاعيد حوالين منطقه العين في جلسه واحده بس، البيشنت كل الاكسبريشن لاينز التكشيره والخيوط دي بتروح من عنده. دي حاله خيوط، هي كان عندها منطقه الجاولز او منطقه حوالين الفم مديها سن اكبر، انا وشي بقى مربع اكتر يا دكتور من تحت، عندي منطقه الجاولز نازله، بمجرد ما عملنا لها خيوط يعني دي اميديت بعد الخيوط على طول حصل ليفتنج، الوش بقى مثلث اللي هو بيسموه المثلث الذهبي، رجع في شيب زي ما كان زمان. ايوه الحاله دي برضو مرحلتها العمريه كبيره شويه، عندها الجاولز نازله، عملنا لها خيوط وحقنا حقنه فيلر حوالين منطقه النيزوليبيال فولد، فرفعت لها كل الوش. البيشنت ما بيكونش مصدق انا حصل تغير في حياتي، انا وشي بقى اصغر 10 و20 سنه على ما انا كنت، المشكله اللي كانت مضايقاني ان وشي بقى مربع وكل الناس ورقبتي كمان، خلي بالك لما بنرفع الجاولز بتحسن منطقه الرقبه. يعني في ناس بيبقى عندها تجاعيد في منطقه الرقبه بتيجي تقولي انا عايزه اعالج المنطقه دي، التجاعيد اللي في الرقبه مينلي لو انا رفعت الجاولز بتحسن لي الرقبه بنسبه مثلا 30 40%. في حالات ممكن تكون سيفير او مرحلتها العمريه اكبر او عندها ترهل اكتر في الرقبه، فبحتاج سات من الخيوط لمنطقه الوجه وسات من الخيوط لمنطقه الرقبه. كل الحاجات دي خلت التجاعيد ظهورها اقل، خلتني ان انا الجا للجراحات لا اقل كتير جدا، يعني بقت البيشنت ان انا اعمل شد وجه جراحي لا بقت كلمه بتسبب رهبه البيشنت كتير جدا. احنا دلوقتي خيوط مع فيلر مع بوتوكس، الثلاثه دول مع بعض يغنوني تماما عن الفيس ليفت. اوكي يا سلام. شفتي بقى؟ طبعا بدون جراحه وبدون اي حاجه. اه مش هنعمل، احنا مش عايزين نعمل جراحات خالص، احنا عايزين بوتوكس وفيلر وخيوط بحاجات بسيطه، تقنيات في 10 دقائق في ربع ساعه في ثلث ساعه، البيشنت تكون خارج. انت مش بتسهلي، مش بتسهلي الموضوع، يعني هو كل تكنيك فيهم 10 دقائق صح؟ احنا كل حالات، في حالات كثيره جبناها لحاله الدكتوره امنيه جابتها، والحاله اللي كانت معانا دلوقتي دي اميديت بعد ما عملنا على طول في العياده، بعد ما شدينا الوش على طول، فالبيشنت عادي بيكون الدنيا لطيفه معاه، يقدر يمارس حياته، يقدر ينزل من غير ما يكون باين عليه ان هو عنده يعني وشه مش، والبيشنت هيقدر يعبر برضو، لان الناس كتيره فاهمه ان انا لو عملت بوتوكس وفيلر مش هقدر اعبر. يا جماعه احنا عاملين اهو بنعبر. أيوة. عادي. انا شايفه انا نفسي عايزه اعبر عن الجمال اللي انا شايفاه. يعني اللي مش بيعبر دوت اللي هو عامل شد وجه جراحي، لان ما بيبقاش فيه جلد يتحرك. لكن انت لو عامله بوتوكس، لو عامله فيلر، لو عامله خيوط، هتعبري براحتك وهتكشري وتزعقي لجوزك وكل حاجه.